النهارده معانا مش عربيه، معانا سفينه فضاء قاهره تسلا. العربيه اللي موجوده معانا هي الافاتر 12 2025 النسخه الجي تي. هنتكلم عن كل التفاصيل بتاعتها وهنتكلم عن سعرها. والعربيه دي كهربائيه بالكامل، واحده من اقوى عربيات الكهرباء اللي في العالم حاليا. بس قبل ما نتكلم عن العربيه الجميله، كوبايه الشاي الجميله وصلي على رسول الله ويلا بينا. العربيه اللي موجوده معانا النهارده هي الافاتر ال12 الجي تي لاين ال2025. العربيه دي استيراد، لسه واصله طازه. احنا النهارده موجودين في واحده من اشيك واعظم محطات الوقود في مصر، محطه بنزين فيول اب التابعه للشركه الوطنيه للبترول. والمحطه دي اللي موجوده في التجمع الاول، واستنوا هبقى افرجكم ان شاء الله في الفترات اللي جايه كل المحطات الخاصه بالشركه الوطنيه للبترول، لانها بقت في حته تانية خالص. صلي على النبي ويلا بقى ناخد تفاصيل الافاتر 12 الجي تي لاين من الخارج. العربية الافاتر ال 12 الجي تي لاين من الخارج، هي العربية عريضة جدا زي ما باين قدامكم وطويلة جدا. على فكرة العربية دي هي قاهرة تسلا، لكن أكبر من تسلا بكتير. العربية دي تشبه البورشا بانيميرا بنسبة كبيرة، بس برضه أنا شايفها أكبر. العرض ما شاء الله، الطول ما شاء الله، مديالك بقى جوه في الانتيريور مساحات كبيرة. غير طبعا ان احنا معانا بقى ايه الريمز او الجنوط بتاعه العربيه، 21 انش 265 عرض على 40 ارتفاع ورا زي قدام. وكل ده هدي لكم بقى ارقام عشان برضو الارقام مهمه جدا. طول العربيه 5020 ملي متر، عرض العربيه 2000 ملي متر، والارتفاع بتاع العربيه 1450 ملي متر. ده بيدينا ارقام بتروح، لان العربيه عريضه طويلة، مساحات جوه كبيرة جدا. العربية بتنزل ب 29 حساس، 29 حساس حوالين العربية كلها. وفيها 3 ليزر رادار، 3 ليزر رادار. لازمتهم ايه بقى الحاجات الكتيرة دي؟ لأن العربية دي أولاً فيها قيادة ذاتية. طبعاً بتركن لوحدها، بتمشي لوحدها، ما بتخبطش بني آدمين، ما بتخبطش عربيات. ما يعني ممكن تنام وهي تكمل، مفيش مشكلة عندك، يعني كل الكلام ده مفيش مشكلة. العربية دي الماكسيمم سبيد بتاعها، طبعا احنا قلنا ان هي عربية كهربائية، ماكسيمم سبيد بتاعها 220 كيلو متر بس، عشان بس احلامك ما توديكش ان انت هتجري بيها 300 وشوية، مفيش الكلام ده في العربيات الكهرباء. تعالوا بقى نتكلم عن البرفورمانس. العربية دي 395 كيلو وات، 575 حصان، و 650 عزم نيوتن في المتر. طبعا اي حد بيركب عربيات كهرباء عارف الكلام ده معناه ايه كويس. البطاريه بقى بتاعت العربيه دي 95.4 كيلو وات بير اور، ومن شركه كاتل، واحده من اقوى شركات البطاريات في العالم. العربيه دي بقى نفسها كده كلها على بعضها هي انتاج مشترك ما بين شركتين جامدين جدا، شركه شانجان وشركه واوي. عملوا لنا، قعدوا كده مع بعض، عملوا رباطيه وطلعوا لنا الوحش اللي قدامنا، الافاتر 12 الجي تي لاين ال 2025 اللي موجوده معانا النهارده. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، الناس اللي بتركب عربيات كهرباء بيحبوا يسالوا عنها كتير جدا. العربيه دي بتمشي كام كيلو متر في الشحنه؟ وايه الرياليتي الحقيقي وايه اللي مكتوب؟ العربيه دي بتمشي مكتوب 650 كيلو متر في الشحنه بكل التكنولوجي اللي جواها دي. طب الرياليتي، العربيه دي رياليتي بتمشي 600 كيلو متر في الشحن. شايف الفرق؟ الفرق مش بعيد ابدا ما بين الكلام اللي بيتقال وما بين الكلام الفعلي. طيب لما نيجي نشحن العربيه دي، العربيه دي خلي بالك بتنزل بنسختين، نسخه بتنزل ببروتوكول شحن صيني، وانا بنصحك لو هتجيبها ببروتوكول شحن صيني تجيب يونت شحن صيني في البيت، لان البروتوكول الشحن عندنا في مصر اوروبا خلاص. طيب لو هتجيب النسخه اللي ببروتوكول شحن اوروبي خلاص مش محتاج ان انت تجيب يونت شحن مخصوصه، يعني ممكن تشحن في اي حته. العربيه بقى دي سواء ببروتوكول الشحن الصيني على اليونت الصيني بتاعتها دي سي، بتشحن حوالي من 30 ل 40 دقيقه. على البروتوكول الشحن الاوروبي بتشحن في حوالي من 25 ل 35 دقيقه
ده برضو على الدي سي. بالنسبة بقى لو العربية هتشحن على الاي سي يعني الشحن اللي هو العادي مش السريع، فالعربية بتاخد في الحالتين من 8 ل 10 ساعات في الشحن البطيء. قبل بقى ما نسيب الخارجي بتاع العربية، اتفرج على الليد لايت الجميل جدا. عندك هنا في شاشة برضو تانية بيبقى عليها ويلكم افاتار في الحتة دي. بص بقى على البانوراميك بتاع العربية، البانوراميك روف واخد، بص اطلع، كل ده بانوراما، كل ده بانوراما لغاية الاخر، فانت قاعد جوه سفينة فضاء والله فعلا. عندك هنا مرايات، دي مش مرايات دي كاميرات، الكاميرات دي خلاص بتشوف انت جوه، لما هندخل جوه طبعا هبقى افرجكم، بتشوف جوه كل حاجة، بدل ما في مراية بقى في كاميرا. مع الجنوط زي ما قلت لكم طبعا العربية كيليس جو، بص الكارت بتاع الفتح والقفل اهو، وتقدر عن طريق الابلكيشن موبايل تفتح العربية او تقفلها، او تعرف هي فين او ماشية ازاي او رايحة فين، كل ده على الموبايل عن طريق الابلكيشن بتاع الافاتر، والابلكيشن ده نازل من شركة هواوي على فكرة باي ذا واي. خلاص مكان الشحن. نيجي بقى للجزء الخلفي وهو الاضاءة الخلفية مع السبويلر، ده بيطلع وينزل على حسب سرعة العربية. التيل لايت ده LED ادابتيف على حسب برضو، في ضباب في بتاع بيعلي القوة بتاعته، وهو شبه قوي شوية العربية الجي تي من مرسيدس من ورا، وشبه برضو البورشا بانيميرا من ورا، وشياكة قوي من ورا. خلاص خلينا نخلص من الخارجي او الاكستيرير بتاع العربية، وتعالى افرجك على العربية بقى ايه من الداخل. يلا بينا. نركب بقى العربية من الداخل. مبدئيا كده طبعا نابا ليزر، تسقيع، تسخين، مساج، كل حاجة موجودة، ده مبدئيا يعني. تعالى بقى الشاشات الغريبة اللي موجودة جوه. عندك شاشة بانورامية 35.4 انش، وعندك شاشة وسطية 15 انش. طبعا الكلام رهيب. كاميرات 360 درجة. العربية اصلا فيها 16 كاميرا. ساوند سيستم رهيب. سوفت وير هارموني فيرجن 4 من واوي للشاشات. بص يعني كاميرات بتاعت المرايات هنا. الرادارات بقى، الثلاث رادارات اللي خربين الدنيا. بص انت طبعا هو جايب لك العربية نفسها اهي، وجايب لك بقى في الجنب اللي هنا ده ايه اللي بيحصل. يعني ايه؟ لان العربية دي فيها قيادة ذاتية وبتركي لوحدها وحاجات كده. يعني جايب لك البني ادمين اللي واقفين، يعني هو عبد الله دوج هو قاعد هنا اهو، شايفينه هنا في الكاميرا. خلاص وفي ناس ماشية، وفي باركينجز، في عربيات، كل حاجة موجودة قدامك هنا في الشاشة دي. تيجي ننزل بقى هنا للكونسولة. عندك المكان ده بتاع الكي بتاع العربية بتحطه هنا كده، وفي مكانين شحن لاسلكي 50 واط مش 20 واط، 50 واط، يعني حط الموبايل يشحن فورا. الخشب ده هو خشب أوروبي خلاص، ده من عاملاه الافاتار او نازل في الافاتار لسه، ده اكسكلوسيف. كلمة افاتار اللي موجودة هنا جوه طبعا، مع امبيانت لايت، مع كراسي ميموري، مع بص لما تيجي تفتح الباب، بص 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 هوريك حاجة حلوة قوي. شايف الباب ده؟ فين الأكرة بتاعته؟ فين؟ مفيش. تقوم دايس هنا دوستين، الوضعية بتاعت الخروج خلاص، والباب اتفتح. طبعا الأبواب سوفت كلوز، انت كده اهو الباب قفل لوحده، اتنين فتح. طيب نيجي بقى نخش للجزء بتاع البانوراما الغريب. طبعا انت الازاز ده مكمل معاك، الازاز الامامي مكمل معاك على الحساسات، كاميرا الداخلية بتصور كل حاجة بتحصل في العربية. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا وهي الساوند سيستم. العربية دي نازلة بساوند سيستم من واوي باي ماستر تيونر، 27 سماعة هاي فاي، حاجة يعني ما شاء الله. غير طبعا الطارة او عجلة القيادة
شبه عربيات الفورمولا كده السباق الحاجات دي حاجه يعني مهما هقول لكم الكلاكسي بتاعها عادي ما فيهوش اي مشاكل. نيجي بقى اخيرا العربيه فيها كل انظمه الامان والحمايه اللي ممكن تتخيلها. مفيش حاجه اسمها العربيه دي تخبط حد مش موجود. نمت بتركن لوحدها. فيها كل حاجه بتساعدك. طبعا الكلام ده كله هتلاقيه في الشاشه. الشاشه فيها شغل كتير جدا على فكره جدا. وال ADS OS 2.0 من واوي للشاشه البانوراميك اللي قدامك كانك بالظبط فاتح التليفون بتاعك وابلكيشنز حاطط الكالندر حاطط نوتس علشان اجتماعات او مواعيد او كل حاجه كل حاجه قدامك انت ما عندكش اي مشاكل. الجزء بقى اللي هيبقى قاعد جنبك الشخص اللي هيبقى قاعد جنبك عنده اوبشن ان هو يقدر يشغل على الشاشه فيلم بقى في حاجه كرتون لعبه براحته اللي هو عايز يعمله يعمله. المهم ده مش هيلهيك عن القياده. مهما قدرت او مهما اتكلمت عن الانتيرير برضو في حاجات كتير انا ما اتكلمتش فيها عشان ما اطولش عليكم. تعالوا نطلع بره بقى ونتكلم عن السعر خلاص لان دي تعتبر اهم حاجه حاليا. بس انا بقول لكم العربيه دي قيمه مقابل سعر. تعالى بقى نتكلم عن السعر ونختم الفيديو بتاعنا بتاع الافاتار 12 الجي تي لاين. يلا اخر حاجه بقى هنتكلم فيها قبل ما نسيب الفيديو الجميل ده وهو السعر. الافاتار اصلا بتنزل باربع فئات. اول فئه جر امامي او فرونت ويل درايف، واخر فئه اول ويل درايف اللي هي موجوده معانا النهارده. العربيه دي سعرها بيبدا الصيني من 3 مليون جنيه والاوروبي من 3 مليون و300 الف جنيه. طبعا الفرق ما بين دي وما بين دي هو البروتوكول الشحن بس فقط لا غير، انما باقي كل حاجه زي ما هي. احنا كده قلنا لكم السعر وقلنا لكم التفاصيل بتاعت العربيه. قبل ما نقفل الفيديو، لو انت النهارده معاك ال 3 مليون جنيه هتجيب الافاتار ولا هتجيب ايه؟ ولو انت عايز تسال على سعر اي عربيه استيراد شخصي او مغتربين اكتب لي في كومنتات العربيه اللي انت عايزها وانا هسعرها لك. قبل ما اسيب الفيديو ده وتروح في اي حته تنساش تعمل لايك وشير. واشوفكم يا رب دايما على خير. صلي على رسول الله. شريف ياسر اون تراك. السلام عليكم.